الكنز هنا. فين وفينك محبة صعبة من عليك. تعال شوف عروض بانوراما تمام التمام. من كان رأسا إلى هنا إلى البرنامج. رفعت عيني للسماء الفيلم الفائز بجائزة العلم الذهبية للمهرجان كان. أول مرة فيلم مصري يحصل على هذه الجائزة. من كان إلى البرشة. دخلت القرية كلها في الفيلم. أول مرة نعرف في الشارع. أنا خلفت إن أنا بطير. فيلم ابتدى وأنت مخطوبة. خلفت يوسف بس كان في نهاية الفيلم. يعني هي معانا بس اتفاجئنا بيها. عايزين يوصلوا للناس. سيبوا الأهل أصحابه ياللي متجلدين. هو بيتكلم عن الحلم. من قلب الصعيد. هو ده الحلم. اللي كله بقى ما نمش. بصلي بس. لما لقينا أهل القرية كلها مبسوطة فإحنا انبسطنا عشان هم مبسوطين. تحية في البرشة والمنيا. فرحة بوجوه مضيئة شابة اختارت أن تذهب مع سحر الكلمة. الحقيقة اللي احنا شفناه هدية كبيرة جدا من الشباب المصري. إبداع كبير جدا دايما بيطمننا. جايين من كان؟ جايين من البرشة. اللقاء كان هنا.